الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه سبيل عزيز. يأتي تقليد ذكرى 47 للمسيرة الخضراء في مرحلة حاسمة في مسار ترسيخ عربية الصحراء باعتبارها مقولا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة. وفي هذا السياق المطبوع بروح المسؤولية الوطنية يدعو القطاع الخاص إلى مواصلة النمو بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم لا سيما في المشاعر ذات الطابع الاجتماعي. كما ندعو لفتح آفاق جديد أمام الدينامية التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية لا سيما في القطاعات الوائلة والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة. شعبي العزيز، لقد شكلت الصحراء المغربية عبر التاريخ سيرة عصر إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية بين المغرب وعمق إفريقي. وإننا نسعى من خلال العمل التنموي الذي نقوم به إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل. جلال الملك محمد السادس نصره الله وأيد إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 47. على ما قدمه لوطنه ولبلده ولشعبه وجعله في على عيدين مع النبي والصديق والشهداء. وارحم جلاله الملك محمد الخامس الذي كان رائدا لاستقلال المغرب والحريه. كما نسال سبحانه وتعالى ان ينصر امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس. اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه خير عنه واعن عليه، اللهم وفقه ولي عهده وفي سير اسرته وكفه شعبه، امين يا رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.